السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة جايبة لكم وصفة العزيزية. هي أكلة حلوة، في ناس بتقول عليها مكرونة باللبن. يلا بينا أوريكم المقادير. ده ربع كيلو مكرونة مسلوقة سباكيتي أو أي نوع متاح عندكم. هنا معلقة قشطة، 3 معالق نشا، معلقتين جوز هند كبار، كيلو لبن، وكوباية سكر. يلا بينا نشوف الطريقة ازاي. هنا نحط المكرونة واللبن والسكر وجوز الهند في الخلاط. تمام، تابعوني. وهنا جوز الهند، هناخد كوباية لبن وكوباية تانية هنخليها على النار مع النشا. وهنضرب كل ده في الخلاط. هنا بعد ما ضربت المكرونة باللبن والسكر وجوز الهند، تمام، بقى سائل، هنحطها على النار ونقلبها يعني شوية، وبعد كده ننزل بالنشا متدوبة في اللبن. هنا هحط النشا. تمام، انا حطيت المكرونة باللبن على النار. تمام، هدوب واحط بقى النشا باللبن عشان القوام يتقل، وبعد كده بنصبها في صينية. واول ما تبرد بنحط القشطة على الوش او سمنة لو مفيش، وبنديها بقى الوش النهائي بتاعها. هنا بعد ما حطيت النشا على النار مع اللبن، تمام، والخليط كله تقل، هسيبها تبرد خالص، وبعد كده هدخلها الفرن واولع عليها الشوايه، واحط القشطه على الوش بقى او سمنه المتاح عندكم. استنوني هوريكم الشكل النهائي بتاعها. هنا العزيزيه بعد ما طلعت من الفرن، تمام، هسيبها تبرد خالص وبعد كده اقطعها وهوريكم الشكل النهائي. ده الشكل النهائي بعد ما بردت. يا رب تكون الوصفه سهله بالنسبه لكم. ما تنسوش بقى لايك واشتراك. السلام عليكم.